هل الصلاة النارية بدعة؟ وكثير لا يعلمونها، وهي نوع من الذكر، وهي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، ثم تستمر في هذه الصلاة النارية كما سمتها، وتسأل هل هي بدعة أو لا، ثم تقول إني نذرت نذرا إذا نجحت أن أقولها عددا معين بصراحة، قلت عدد كبير، فإذا كانت بدعة ماذا أفعل بدل هذا النذر الذي علي؟ جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة على اسمها نارية، أنها تورد صاحبها النار، لأن فيها والعياذ بالله فيها توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه يفرج الكربات وأنه هذا شرك بالله عز وجل، وعلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفرج الكربات ويفتح المغلقات، وهو الله جل وعلا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لما أنزل إليه من رب، وقدوة للمؤمنين فيما يفعل وفيما يقول وفيما يترك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن يتوسل به بمعنى أنه يجعل واسطة بين العبد وبين الله في قضاء حاجاته، تفريج كرباته، أو يعتقد أنه هو يفرج الكربات ويجيب الدعوات ويحل المشكلات، هذا كله من الغلو والإطراء والشرك بالله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالصلاة عليه أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، أو تقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بأن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد بهذا اللفظ. أما هذه الألفاظ المحدثة والألفاظ الشركية والبدعية فإنها تضر من قالها لأنها بدعة. جزاكم الله خيرا. والنذر التي نذرت أنها إن حصل لها شيء معين أن تقول هذه الصلوات هذا نذر باطل، لأنه نذر ما لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله